اخواني، كنت اخوان لغايه 2005 وقلتها مش بخبيها. قلتها. رجعت مشيت مع قبل الثوره بكتير. طيب. قبل الثوره بخمس سنين مشيت مع الثوره. يعني ايه مشيت مع الثوره؟ انا كنت واحد مشيت من مشيت مع 6 ابريل 6 ابريل ماشي. وبعدين رجعت دلوقتي انت ماشي مع النظام، مع يعني مع النظام الحالي. لا انا ليا مواقف الصح. انا ليا مواقف وطنيه وسياسيه باخدها بما يتراءى ليا، بعلنها، مفيش حاجه فيها خفاء خالص. كل مواقفي معلنه، المواقف هي اللي فيها خفاء ممكن يبقى تقول عليها ان انا رجل كل المواقف. ايام المجلس العسكري انت كنت مع المجلس العسكري ولا ضد المجلس؟ لا كنت من اللي بيقولوا يسقط حكم العسكر في هذا التوقيت، لان يعني كنت معترض على اداء طنطاوي. يعني بكره هتوقف في وش المشير السيسي؟ لا مش هوقف في وش المدير السيسي، لانه لم يصنع ما صنعه طنطاوي. مش عارف العرب. هو لم يصنع معنى ما صنعش. ما صنعش حاجه لسه، ما استلمش في المرحله الانتقاليه. طيب في هذه المرحله الانتقاليه ما صنعش انت لم تقل مصنع. انت لم تقل يسقط حكم المشير طنطاوي، انت قلت يسقط حكم العسكر في هذا التوقيت. يعني الذي كان في اداره المشير طنطاوي لم تقل يسقط حكم العسكر في هذا التوقيت الذي انت لا قلت في هذا التوقيت. لا 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 في وقت مرج، في وقت المشير السيسي، المشير طنطاوي. انت قلت يسقط حكم العسكر في وقت المشير طنطاوي. هل لديك الجرأة؟ لاني معترض. هل لديك الجرأة ان تقول يسقط حكم العسكر؟ لو اقتنعت بهذا ساقوله، لكن انا مش مقتنع به في هذه المرحله، وشايف انه اداء المؤسسه العسكريه في هذه المرحله لم يدريني في شيء، بل بالعكس هو نحاس في 30 يونيو الى ما طالبنا. احنا نزلنا في 30 يونيو ولو ما كانش والمشير الطنطاوي ما نحاسش ليكم في 25 يناير. لا المشير الطنطاوي نزلوا في 25 يناير، الجيش نحاس لينا. لكن بعد كده المشير الطنطاوي بدا يوجه او انه ابتدى يحصل خلاف ما بينه وما بين القوى الثوريه بشكل كبير، وحدثت احداث محمد محمود والقصر العيني وغيرها من الاحداث. فلماذا رجل كل الموائد؟ لا اجد اي موائد. دي حصل كتير برضو يعني مشابه. محمد انت ضد ترشح المشير السيسي لرئاسه الجمهوريه، لماذا؟ المشير السيسي لو لم يكن هو وزير الدفاع، ولو لم يكن ما حدث في 30 يونيو، هل كان سينتخب احد؟ او هل كان سيكون الحاله اللي موجوده حاليا، الحاله موجوده دلوقتي هتبقى موجوده زي ما هي موجوده؟ لو هو ما كانش وزير دفاع وما كانش في هذا المشهد، هل كان المشير السيسي كان هيبقى هو هل عليه الهاله الكبيره؟ هل لم يكن والهاله دي في جزء كبير الاعلام يعني هو اللي عاملها؟ هل لو لم يكن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عضوا في الضباط الأحرار والانقلاب الذي حصل على الملك فاروق ومن ثم وثورة 23 يونيو، هل كان في هذه؟ انا بتكلم عن مبدا، انا بقول ان هو لولا ذلك ما كانش بقى المشير السيسي. دي نقطه. كل انسان النقطه بحاجة الى حاجه. ايوه تمام بس النقطه الاخرى نعم. النقطه الاخرى النهارده واللي هي دايما يعني تخليك في حاله توجس من اللي بيحصل، ان كل يعني الاعلام وكتير من الابواق القديمه طلعت كلها بتسوقك في حته معينه. مش بتسوقك. النهارده حمدين صباحي طلع يعترض ويقول لا يعني ما ينفعش ان المشير السيسي هو في وضعه الحالي افضل لنا انه يبقى موجود. وانا يعني ما بعترض على خلع البدله العسكريه. ليش السابق حمدين صباحي تحديدا قال اذا ترشح اذا ترشح المشير السيسي او كان وقت الفريق اول السيسي انا لن اترشح؟ ما انا بكلمك على المواقف المتبدله. ليه؟ اي مواقف متبدله ليه؟ لا بس هي الفكره في حاجه، اي حد النهارده يقول لك انا هترشح لانتخابات الرئاسه او في شبهه ترشحه، يعني خالد علي ما قالش هترشح لغايه النهارده، خالد علي النهارده ابتدت موجه شتيمه ليه، حمدين ابتدت موجه شتيمه ليه، الفريق عنان نفسه ابتدت موجه شتيمه، والراجل اللي هو ماسك الحمله عنده طلع له يعني مستندات واوراق وقنوات، بكل قناه بتابع على الجهاز النهارده، وكل رجل اعمال تابع له مصلحه معينه من هنا وده له مصلحه معينه من هنا. فهي الفكره النهارده، لا الفكره النهارده في لعبة مصلحة كبيرة، في لعبة الإعلام له دور كبير جدا في تسويق المشهد اللي بيحصل، وكل ده يخلي عندك ريبة، يعني كل ده لازم يخلي عندك ريبة. نحن اللي بيحصل النهارده ده المشير السيسي، أنا بقول رأيي زي ما أنا عايز كل قد إيه، وبقول رأيي زي ما أنا عايز في وقت ممكن الحلقة تسوق بشكل آخر، تسوق إن هي حلقة لتشويهي أكتر وتأكيد على عملتي أكتر وخيانتي أكتر. الحلقة زي ما هي ماشية وتوصيل زي ما هي ماشية، مش هنجيب نظر للمشاهد، مش هنجيب لك كلام نركبه. أيوة أيوة ولا هنشيل لك كلام من اللي انت. ايوه تمام تمام. النهارده المشير السيسي هو يعني افضل رجل في مصر، افضل رجل في مصر وملاك من عند ربنا. هل الحاله اللي معموله حواليه النهارده ما تخلقش منه فرعون وديكتاتور افظع من مبارك بكتير؟ خاصه
في ظل حالة التأييد المسوقة النهاردة، تأييد الشعب المسوقة للاعتقال والقتل والسحل و و و واختراق، يعني مفيش حاجة اسمها حقوق إنسان، وناس النهاردة بتتكلم علني كده، لأن سباق حقوق الإنسان احنا بنتكلم في دولة. ماشي، انت مع اللي انا ما اعترضتش ان انا ما اعترضتش انت مع اللي بيحصل في مصر دلوقتي من اعتداءات ومن تفجيرات ومن اغتيالات؟ انا لست مع ومن طبعا يعني مفيش اي واحد مفيش واحد عاقل هيقول لك ان هو مع مع التفجيرات ومع، يعني مفيش حد عاقل هيقول كده. يعني بس النهاردة ممكن تبص على ناحية تانية. تعمل ايه؟ انا عايزك بقى تبص على ناحية تانية. بص على ناحية تانية خالص. بص على واحد مش اخوان، شارك مع الاخوان تعاطفا حبا يعني لاي سبب، رافض الحكم العسكري مثلا وبقاله 60 سنة قرفان، والنهاردة بيشارك مع الاخوان على سبيل المثال. مش حكم عسكري، هو هيحصل بدلة مدنية. انا مثلا انا بديك انا مش ده موضوعي. يعني معترض على النظام السابق وخايف اعادة انتاج النظام السابق مرة تانية، ونازل متعاطف مع الاخوان، وناس كتير بتنزل تقولك انا مش عايز مرسي ولا شرعية ولا نيلة، بس انا ضد اللي بيحصل في مصر حاليا. ناس كتير بتتكلم في ده. النهاردة احنا بنخلق اكبر تنظيم ارهابي حصل في العالم. بمعنى النهارده ناس بتنزل بتشوف بعينيها قتل سحل ضرب مش عارف ايه، وبيتكلموا احنا سلميين. في يعني التنظيم الكبير ممكن ما يكونش سلمي، التنظيم الكبير مش سلمي وبيعمل تفجيرات وبيتعاون مع جماعات ارهابيه ومسلحه. انا بتكلم عن الراجل اللي بينزل بيمشي في مظاهره، يقع اخوه يموت، يقع صاحبه يموت، يقع مش عارف مين يموت، الست اللي هي طلعت قعدت اولادها الاثنين اتقتلوا وكانت بتقول انا بصدق الاعلام وبعمل مش عارف ايه، وبيقولوا كانوا سلاح. مش بتكلمش عن الشرطه اللي بيموتوا وعن الناس اللي بيموتوا. انا ضد الحالتين، انا بس انا بتكلم على حاجه تانية. احنا في بصدد تشكيل اكبر تنظيم ارهابي مش هنقدر نواجهه. نتابع نعم او لا. انا عايز ارد على حاجه ده اللي قلت لك عليها بعد الفصل.